السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا الفيديو والذي نشرح فيه درس العقيدة الإسلامية السمحة، فابقوا معنا. عدنا إليكم مشاهدينا الكرام من جديد. اختار الله تعالى دين الإسلام لعباده منذ آدم عليه السلام إلى قيام الساعة، وأساسه عقيدة التوحيد التي تتفق مع فطرة الإنسان وعقله. الأنبياء جميعا عقيدتهم واحدة، لكن الشرائع مختلفة. فهذا الأنبياء كل واحد نزل بدين سماوي، ولكنهم اتفقوا على العقيدة، فالعقيدة واحدة منذ آدم إلى يومنا هذا ولا تقبل النسخ. مفهوم العقيدة السمحة هي مجموعة الحقائق الإيمانية الثابتة في الكتاب والسنة، والمتمثلة بأركان الإيمان الستة التي تصدق بها العقول وتطمئن إليها القلوب، وتمتاز بالسهولة واليسر ويفهمها جميع الناس. إذن نحن أمام حقائق وأمام إيمان، وهي أركان الإيمان الستة التي تصدق بها العقول، أي أن الإنسان عندما يقيم الحجة يقيمها بالعقل. ولماذا يقيمها بالعقل؟ لأنه هو أول ما يدرك الإنسان يدركه بالعقل، أول شيء. ثاني شيء اللي أنا القاسم المشترك بين الناس اللي هو العقل. تيجي تقول له قال الله، بقول لك انا ما بامن بالله، بقول له قال الرسول، انا ما بامن برسولك، انا لو بامن برسولك كان ما اجيت اناقشك. فلذلك التي تصدق بها العقول وتطمئن اليها القلوب لانها فطرت على هذا. وتمتاز بالسهوله واليسر، انه امر بسيط وسهل يفهمه الناس جميعا. ان سماحه العقيده لا تعني باي حال من الاحوال التساهل والتفريط في اصول الدين. التمسك في الحق في موضعه لا يسمى تشدد، لكن التمسك في شيء في غير محله هو الذي يسمى تشدد، أو الرضا بالذل والهوان. ما حد بيرضى بالذل والهوان. فسماحة العقيدة جاءت من قوتها وعدالتها، وليس من ضعفها وهوانها، نظرا لأن الإنسان يتمسك بالقوي. أنت تؤمن بمن؟ تؤمن بخالق الكون، فأنت تتمسك بالقوي فتكون قوي. قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. أهم خصائص العقيدة السمحة: ربانية المصدر، فهي بكل ما تتضمنه من اعتقادات وأخبار موحى بها من عند الله عز وجل. يعني العقيدة الإسلامية مصدرها رباني، أي من عند الله عز وجل. ولماذا أتى الله عز وجل بها؟ لأن الله عز وجل يريد أن يوحدنا، ويريد منا أن نعبده كما يريد وليس كما نريد نحن. وليس للبشر صلة في رسم معالمها أو وضع أصولها، إنما هي من عند الله عز وجل، وهي بذلك تنسجم مع الفطرة البشرية التي جبل الله البشر عليها، فتشبه حاجاتهم الروحية وتشعرهم بالطمأنينة والسعادة. لماذا؟ ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. القلب هو موضع التكليف، القلب هو موضع السكينة والطمأنينة. إذا وضع فيه غير الله عز وجل فلا يكون القلب مطمئنا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لاحظ، آمن الرسول بما أنزل إليه، إيمان النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك من المؤمنون. كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه من أركان الإيمان. ننتقل إلى البند الثاني من خصائص العقيدة السمحة: الوضوح والثبات. فالعقيدة الإسلامية واضحة مفهومة، ليس فيها ألغاز ولا صعوبة، لأنها تخاطب عقول الناس وتخاطب العرب وتخاطب المؤمنين وتخاطب العباد، يفهمها كل إنسان، مراعاة الفروق الفردية لجميع البشر، يتعامل معها الصغير والكبير، المتعلم وغير المتعلم، كل الناس سواسية في تعلم العقيدة، ولا يحتاج في فهمها إلى واسطة، وهي ثابتة لا تتغير ولا تتغير ولا تتبدل بتغير الزمان، حفاظا عليها من تدخلات البشر. فالعقيدة الإسلامية لا يدخلها نسخ ولا تتغير بتغير الزمان، فهي ثابتة منذ آدم إلى يومنا هذا عليه السلام. البساطة في العرض، حيث عرضت العقيدة من خلال الظواهر الطبيعية المحيطة بالإنسان وفي خلق الإنسان نفسه، حيث لفتت الانتباه إلى قدرة الله تعالى في خلق الكون والإنسان. وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. كل إنسان بيدي يتأمل نفسه، طب أنا في روح، كيف الروح؟ كيف شكلها؟ ما بعرف.
طب انا في المنام باكل وبأشرب وبروح وباجي، طب انا بأي بطن اكلت؟ بأي عين شفت؟ بأي رجل مشيت؟ بأي ايد خبطت وضربت او اخذت او ما شابه ذلك؟ طب انا نايم جنبك ما شفتش شيء، لكن ما بقدر اكذبك لانه اللي بيصير معك بيصير معي. وفي انفسكم افلا تبصرون؟ فالانسان بده يدبر نفسه. فاذا انت مش قادر تدرك حقيقه نفسك فمن باب اولى لن تدرك حقيقه الخالق. وكذلك من خلال مخاطبة العقل في عرض قضية التوحيد، قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان أي تنزه الله رب العرش عما يصفون. إيش المقصد من هان؟ المقصد أنه هان لو كان فيها اثنين آلهة لكل إله ذهب بما خلق، إما أن هذا قادر وهذا قادر، هذا خلق شيء وهذا خلق شيء، لما بتقاتله هذا بيأخذ اللي خلقه وهذا بيأخذ اللي قاتله. طيب لو الاثنين نفس القدرة واحد سمح للثاني انه يخلق، يبقى في واحد مسلوب الارادة. طيب كيف هذا اله وهذا اله؟ فهذا الله عز وجل اخبرنا ان لا يوجد الا اله. طيب لو كان في الهين، طيب ليش الثاني ما اعلن؟ ما في طبخين على طبخة بتخرب الطبخ، ما في مديرين في المدرسة الا بتخرب المدرسة، لازم يكون في اله واحد، وهذا الاله هو الخالق لهذا الكون. الوسطية والاعتدال، الاعتدال بين طرفي الغلو والتفريط، والتي تقتضي اتباع الدليل، إنه هذا الدين معتدل، الوسطية معتدلة، فالعقيدة الإسلامية لم تغالي في حق الأنبياء يجعلهم في منزلة الله، أي لم تجعلهم آلهة كما فعل غيرنا وأله بعض الأنبياء وجعل ووصفهم بصفة الألوهية. نحن لا نصف نبينا عليه الصلاة والسلام بصفة الألوهية، ولم تفرط في حقهم بعصيانهم للأنبياء والتآمر عليهم وقتلهم. الآن الأنبياء احنا ما بننقص من حقهم، هم بشر، نعم بشر، يأكلون ويشربون، نعم، ولكن الحجر أصناف، في حجر كريم وفي حجر. هل هذا الحجر الكريم أنا بسويه بالحجر العادي؟ ولا يمكن، هذا حقه آلاف الدولارات وهذا حقه الطن بحق أكمية دولار، لكن هذاك حجر صغير بمئة دولار، هناك عرباية ضخمة بالأطنان حقها مئة دولار، هل بيساوي هذا بيساوي هذا؟ ما في مقارنة لا في الحجم ولا في السعر. النبي بشر ونحن بشر، لكن النبي ما كان يوقف عليه الذباب، ما كانت رائحة عرق المسك، كان ليس له ظل. انت سميه بشر، نعم بشر، لكن الله أعطاه مميزات ليست موجودة عندنا هذه المميزات. فهذه صفة الوسطية والاعتدال. ننتقل إلى هذا النشاط. ربت العقيدة الإسلامية المسلمين على السماحة، وظهر أثر ذلك في مواقف تاريخية كثيرة. اكتب حادثة واحدة حول سماحة الإسلام في تعاملهم مع غيرهم. من صور سماحة الإسلام أنه أمر بالإحسان إلى غير المسلمين الذين لم يعرف لهم أذية للمسلمين ولا قتالهم، كما قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. بل فوق ذلك أمر بصلتهم والإنفاق عليهم، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها وعن أبيها قالت: قدمت علي أمي وهي مشركة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قلت وهي راغبة: أفأصل أمي؟ قال: نعم صلي أمك حتى وهي مشركة، وجب علينا صلة الرحم. وهذا من سماحة الإسلام، لما أتى إلى أحد الصحابة إلى النبي عليه الصلاة والسلام يطلب الجهاد في سبيل الله، قال أتيتك، يطلب الهجرة، قال أتيتك وهما يبكيان، قال ارجع إليهما فأضحكهما. ومن صور سماحة الإسلام أنه حرم التعرض لدور العبادة التي يتعبد فيها غير المسلمين عند نشوب حرب بين المسلمين وغيرهم. بيوت العبادة مثل الكنائس وغيرها التي يتعبد فيها غير المسلمين، من حقنا أن لا نمس هذه البيوت العبادة، بل حرم قتل من لم يشارك في تلك الحرب من النساء والأطفال، حتى الذين لم يشاركوا في الحرب لا يقتلوا. فقد روى الإمام مسلم في صحيح عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا،
ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا. هذه من سماحة الإسلام ورحمته بالكفار، حتى عند دخول الغزو، حتى عند دخول أي قرية يعرض عليهم ثلاث: إما الإسلام وإما الجزية وإما الحرب، فإذا رفضوا فلا يكون بينهم إلا الحرب. ننتقل إلى من مظاهر العقيدة السمحة. انتشار الأمن والسلام، إن من مقاصد الإسلام العظيمة أن يأمن الناس على أرواحهم وأعراضهم وأموالهم، والمسلمون رحماء فيما بينهم. قال تعالى: والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. والتحية فيما بينهم: السلام عليكم. السلام معناه الأمن والأمان. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. أنت مصدر أمان. إذا أنت بطلت مصدر أمان بلسانك ويدك، فأنت بطلت تحمل صفة المسلمين، بطلت أنت مصدر أمن وأمان. لذلك الإنسان المسلم هو إيش؟ الذي يكف لسانه ويكف يده عن الناس، لأنه لا يسمى مسلما وهو لا يكف لسانه ويده عن الناس. قتلت امرأة في إحدى المعارك في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: ما كانت هذه لتقاتل؟ وبعث رجلا لخالد بن الوليد ألا يقتلن امرأة ولا عسيفا، أي خادما. ما بنقتل لا الامرأة ولا يقتل الخادم. ليش طيب هدول؟ هدول أيضا غير مكلفين بالجهاد في سبيل الله. المرأة عندنا في الإسلام غير مفروض عليها الجهاد في سبيل الله. ربت العقيدة الإسلامية المسلمين على السماحة، وظهر أثر ذلك في مواقف تاريخية كثيرة. اكتب حادثة واحدة حول سماحة الإسلام في تعامله مع غيرهم. نكمل من مظاهر السماحة في الإسلام، السماحة في الأخلاق واليسر في العبادات والمعاملات. قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. وقال تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. السماحة في الأخلاق، الإنسان يتعامل بسماحته في أخلاقه لأنها تعبر عن قيمه وعاداته. اليسر في العبادة والمعاملة، الله عز وجل أرادنا بنا اليسر. مثلا الصيام في السفر، الله عز وجل أسقط الصيام في السفر، خفف على المسافر كذلك الصلاة، فقصر الصلاة، يعني الصلاة الرباعية بنصليها ركعتين في السفر. لماذا؟ تخفيفا من الله عز وجل على عباده الموحدين. العلاقة مع أهل الكتاب في ضوء العقيدة الإسلامية لا يقتصر الأمن والسلام على المسلمين وحدهم، بل يشمل جميع الإنسانية. الإنسان مكرم، ولقد كرمنا بني آدم، ما قال المسلم، قال بني آدم، وله حقوق ما دام غير معتد على المسلمين ودينهم وأرضهم وأعراضهم. وقد وجهت العقيدة الإسلامية المسلمين إلى أن تقوم علاقاتهم مع أهل الكتاب على السماحة، ما داموا غير معادين أو متآمرين أو ظالمين للمسلمين. ومع انتشار الإسلام في شتى أصقاع الأرض، إلا نتيجة تعامل المسلمين الإنساني مع المجتمعات البشرية من خلال تواصلهم معها عن طريق الفتوحات أو التجارة. كثير من بلدان العالم دخلت الإسلام بالأخلاق، يعني ندخل بلاد أندونيسيا لم يدخلها الفتح الإسلامي، بل دخول التجار إلى أندونيسيا هو الذي أظهر سماحة الإسلام وأخلاق الإسلام. ومن صور السماحة معهم دعوتهم إلى الإسلام بالحكمة ومجادلتهم بالتي هي أحسن. إحنا ما بنجادل جدل عقيم، إحنا بنحاول ننظر الثمرة من هذا الخلاف. إحنا ما بننظر، إحنا ما بنختلف مع بعض من أجل إنه إحنا بدنا نختلف، إنما لابد من الثمرة. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. كفل الإسلام حرية الاعتقاد لكل فرد غير مسلم، لا إكراه في الدين. ما في حد بكره ربنا عز وجل على الإيمان، لكن هذا قرار أنت أخذته تتحمل مسؤوليته. إذا أنت ما آمنت بالإسلام، ما الإسلام ما بيتركك في حالك، لكن إذا دخلت في الإسلام ممنوع تطلع، يصير عندك حكم المرتد، ولو في حكومة إسلامية تقتل. هذا هو قانون وقواعد الإسلام، تدخله برغبتك، لكن الخروج منه ممنوع، فأنت مرتد. فلا إكراه في الدين، فأنت مخير في اختيار أي دين، ولا ينتقصك أحد. ولكن يوم القيامة من لم يأت مؤمنا بالله عز وجل سيكون في جهنم وبئس المصير، أو الذي يعتاد لسانه على سب الذات الإلهية يخشى عليه أن يموت على الكفر. لاحظنا أيضا من مظاهر العقيدة الإسلامية السمحة، حرم الإسلام التعرض بالأذى قولا وفعلا لكل معاهد ومستأمن ما دام ملتزما بما تعاهد عليه. المؤمنين عند شروط، احنا تعهدنا معهم، امنته، فما دام انا امنته يبقى لازم يضل في الموضع الامان من غير نقد او خيانه او غدر من المسلمين. من قتل معاهدا
لم يرح رائحة الجنة، وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما. ومن استأمن إنسانا وغدر فيه لا ينظر الله عز وجل إليه يوم القيامة ولا يكلمه. لماذا؟ لأنه غدر. أنت أعطيته الأمان ثم لم تؤمنه. شرع لنا أكل ذبائحهم والزواج من نسائهم. قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. إحنا مسموح لنا نتزوج منهم، لكن هم مش مسموح لهم يتزوجوا منا إلا إذا آمنوا بنبينا عليه الصلاة والسلام فيصبحوا مسلمين. إحنا آمنا بنبيهم فنأخذ منهم، لكن لو آمنوا بنبينا فيأخذوا من نسائنا. إضافة: إن قدوتنا في تعاملنا مع أهل الكتاب هو نبينا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، وسيرة صحابته من بعده، وتسخر كتب السيرة وتاريخ المسلمين بالمواقف العملية الكثيرة التي تبين سماحة الإسلام والمسلمين. وقد اعترف كثير من المستشرقين بذلك، أمثال لوبون وغوتا وتوماس أرنولد. فهذا لوبون يقول في كتابه حضارة العرب: فالحق أن الأمم لم تعرف فاتحين راحمين مثل العرب المسلمين، ولا دينا سمحا مثل دينهم. ويقول غوتا أيضا في كتابه أخلاق المسلمين: إن تسامح المسلم ليس من ضعف، ولكن المسلم يتسامح مع اعتزازه بدينه وتمسكه بعقيدته. نحن نتمسك بعقيدتنا الإسلامية ولا نتواضع، معنى أن الأخلاق أن نكون معنا صاحب خلق ومتواضع معنى أنه أنا ضعيف؟ لا، أعزة على المؤمن أعزة على الكافرين، أذلة عوين على بين المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، بين المؤمنين أذلة لكن مع الكافرين أعزة، أعزهم الإسلام. لماذا؟ لأنه يطلب الشهادة في سبيل الله، لأنه إحياء الأمة. لكن هم فيما بينهم يتواضعون فيما بينهم. فالإسلام انتشر كما أنه انتشر بالسيف أي بالفتوحات الإسلامية، أيضا انتشر في بعض البلدان بأخلاق التجار. وبهذا أنت صاحب رسالة، أنت على ثغر من ثغور الإسلام، إما أن تحبب الناس في دين الله وإما أن تكرههم بأعمالك وأخلاقك. في الختام نشكركم على كرم المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.